أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا الدرس هو في بيان قواعد مهمة في علم النحو. أولا، نقطة الأولى، تعريف علم النحو. علم النحو عرف من قبل علماء اللغة علم بأصول، يعني علم فيه قواعد معينة، علم فيه قواعد معينة. أصول يعني قواعد. شنو معنى القاعدة؟ القاعدة معناها القانون العام الذي تندرج تحته جزئيات متعددة. واضح الكلام؟ المطلب الثاني، تعرف به أواخر الكلم، يعني الكلمة العربية تارة تنتهي بحرف أخير أصلي، وأخرى تنتهي بحرف أخير زائد. شنو الفرق ما بين الكلمتين الآن؟ هذا المطلب مهم، أرجو الالتفات إليه. ما هو الفرق ما بين شاهد وما بين شاهدت، سلم وسلمت؟ شنو الفرق ما بين الكلمتين؟ الكلمة الأولى سلم انتهت بالميم، والميم حرف أخير في هذه الكلمة أصلي، صحيح؟ أما كلمة سلمت، سلمت هذه الكلمة انتهت بحرف أخير زائد. شوف التاء زائدة، التاء زائدة. فعلماء اللغة يقولون أبدا نحن ننظر إلى الحركة الموجودة على الحرف الأخير الأصلي. هذا منظارك بعلم النحو، مو سلمة، مو تنظر للحركة الموجودة على السين ولا الحركة الموجودة على اللام، وإنما الميم اللي هو حرف أخير أصلي، شوف الحركة الموجودة عليه تحته، هل هي فتحة، ضمة، سكون، كسرة؟ واضح وين منظار علم النحو؟ علم النحو دائما وأبدا ينظر إلى الحركة الموجودة على آخر حرف موجود في الكلمة. افتهمنا هذا المطلب؟ أما الحرف الزائد هذا أنظر له بنظرة مستقلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير. علم النحو ينظر إلى الكلمة من ناحية الإعراب ومن ناحية البناء، لذلك قال إعرابا وبناء. ما هو الفارق ما بين الإعراب والبناء؟ هذا يأتي في بحث مستقل. ليش جبنا هذا القيد؟ لأن عندنا علم الصرف. علم الصرف ينظر إلى الكلمة من ناحية الصحة والاعتدال، كلمة صحيحة وكلمة معتلة. واضح؟ زين. السؤال الآخر، ما هو موضوع علم النحو؟ شوية خلي أبين لكم شنو يعني الموضوع. ما هو المحور الذي تدور حوله الأبحاث النحوية؟ سووا لي حقل، هيك حقل، خط أفقي وخط عمودي، خط أفقي وخط عمودي، من هنا كتبوا الموضوع، من هنا كتبوا الحكم. موضوعه هو حكم. خلنا ناخذ لنا عدة قضايا. القضية الأولى، المبتدأ مرفوع. المبتدأ راح أخلي بحقل الموضوع، موضوع، ومرفوع أنا أخلي بيا حقل الحكم، حكم الرفع. الحال منصوب، الحال موضوع نحوي، راح أخلي بالموضوعات، حقل الموضوعات.
ومنصوب راح أخلي بحقل حكم. التمييز منصوب، التمييز موضوع، شنو حكمه؟ نصب. واضح لو مو واضح؟ زين. الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني، الفعل مبني زين، الفعل موضوع والبناء حكم. راوع لي الموضوعات، عدد لي الموضوعات: مبتدأ، الحال، تمييز، الفعل. شنو الشيء اللي يجمع الموضوعات؟ ما هو الشيء الذي يكون جامعا بين الموضوعات؟ كلمة. المبتدأ كلمة لو مو كلمة؟ الحال كلمة لو مو كلمة؟ التمييز كلمة لو مو كلمة؟ الفعل كلمة لو مو كلمة؟ فالشيء الذي يجمع هذه الموضوعات هو الكلمة. فالمحور الذي تدور حوله موضوعات علم النحو هو الكلمة. فالكلمة هي موضوع علم النحو. يعني راح نسأل، أجي الفعل الماضي أقول هذه الكلمة مبنية أو معربة، هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة، هذه الكلمة مجزومة أو مجرورة، وهكذا. فالموضوع هو الكلمة. هذا واضح أو مو واضح؟ زين. ما هو تعريف الكلمة؟ ما هو تعريف الكلمة؟ شو أريد من عندك؟ أريد من عندك سوي مشجر حتى أراويك الاختلاف الذي وقع ما بين النحات. هاي النحات مهمة، جاي ألخص لك أوجز المطالب النحوية وأعطيك إياها صافية. شوف الآن شو أكتب فوق؟ راح أكتب اللفظ، جواها مشجر مستعمل، يعني على قسمين اللفظ، مستعمل ومهمل. مستعمل يعني شنو؟ يعني لفظ العرب وضعوا المعنى، شو يسمونه النحات؟ لفظ مستعمل، مثل كتاب، كتاب وضعوا لهذا الشيء، ثوب وضعوا لي هذا الشيء، جدار وضعوا لي هذا المعنى. يعني اكو الفاظ واضعينها العرب واكو الفاظ ما واضعينها العرب، مهمله. خلي لها مشجر ثاني اكتب عليها مهمله. شريد منك ترجع لي لللفظ المستعمل، ايش تكتب صفر؟ النحات يسمونه القول، القول. فاذا اجتك هاي العباره النحويه شنو معنى القول؟ تقول اللفظ اللي العرب وضعوه إلى معنى. واضح؟ واضح الكلام؟ شنو معنى اللفظ المستعمل؟ نفس القول. شلون إنسان وبشر ألفاظ، شو يسميه شيخ علي؟ مترادف. واضح؟ لفظين المعنى. واضح؟ فلفظ مستعمل هو نفس القول، والقول هو نفس اللفظ المستعمل. هذا القول ينقسم. أسأعطيتك مثال للمهمل؟ أعطيني مثال المهمل. أي عفية. مثلا إحنا عندنا المستعمل كتاب، المهمل تكاب. ما واضعين العرب، ما واضعين المعنى. هذا اللفظ ما واضعين المعنى. انزل لي المن إلى القول. القول ينقسم المن، يعني لفظ المستعمل سو مشجر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القول اللي هو اللفظ المستعمل هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كلمة وكلام وكلم. واضح المشجر لو واضح؟
واضح من شجر؟ لفظ ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل. المستعمل نفس القول، هذا المستعمل اللي هو القول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كلمة، كلام، كلم. كلم 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 هذا ناكله ويتم. كلم هذا بالنحو. واضح لا مو واضح؟ زين، هسه أنا أريد أعرف الكلمة، بما نعرفها؟ ناوصلنا، هاي فائدة التشجير. أعرفها بالمفهوم القريب علي لو المفهوم البعيد. أعرف الكلمة بأنها قول، قول مفرد. لو أعرف الكلمة بأنها لفظ مفرد، شنو الصحيح؟ لو اللفظ مفهوم بعيد عليه، والقول مفهوم قريب عليه. مثل هسه أنت عندك سرية، مو أنتم عندكم يجي فوقها شنو؟ فوج. فوق الفوج شنو؟ لواء. السرية رأسا تقول تابعة للواء، لو تابعة الفوج للفوج أحسن، للأقرب، مفهوم الأقرب. واضح لو مو واضح؟ مثل الإنسان، جنس بعيد يسمونه، مفهوم بعيد. فإذا إجوا بعض النحات قالوا أن الكلمة هي قول مفرد. واضح؟ البعض الآخر إيش قال؟ قال لا، الكلمة لفظ مفرد. شنو سبب هالخلاف؟ شنو سبب الخلاف؟ وأي قول هو وأي رأي هو الصحيح؟ أصحاب الرأي الأول اللي عرفوا الكلمة بأنها قول قالوا إحنا ليش نروح للمفهوم البعيد اللفظ؟ هو مفهوم القول اللي يشمل الكلمة والكلام والكلم أقرب، فنعرفها بمن؟ بالمفهوم الأقرب. أما مفهوم اللفظ هذا شنو؟ مفهوم بعيد عليه. ليش أقول لفظ وضع لمعنى مفرد؟ الحكاية واضحة؟ هذا تعريف من ابن هشام الأنصاري. منو إجي؟ ابن مالك. الألفية ابن مالك، محمد ابن مالك. قال لا، الكلمة لفظ، ومن الخطأ أن نعرفها بمن؟ بالقول. قلنا له بيننا الخطأ. قال التفت، القول كم معنى إليه؟ القول إلى معنى العقيدة، من يجي النكيران في القبر شي يسألون الإنسان ما هو قولك في دار الدنيا، يعني عقيدتك شنو؟ شي يقولون في ترجمة شيخ المفيد، شي يقول في ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني، يقول وكان له أصحاب يقولون بمقالتي، يعني يعتقدون باعتقادي. فأول معنى للقول هو الاعتقاد. زين، المعنى الثاني الرأي. في هذه المسألة قولان، يعني شنو؟ رأيان. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث شنقول؟ نقول القول هو اللفظ المستعمل، يعني لفظ العرب واضعين المني لا معنى. واضح؟ فصار مشترك شنو؟ لفظي. عفية شخص، القول صار مشترك لفظي. هذا من تجي تعرف لك شيء
بالمشتركات اللفظية تضيع علينا السالفة كلها. شلون هسه أنت مثلا يجي لنا واحد للدرس هنا يقول رأيت عينا، قلت له شنو من عين؟ عين الجاسوس علاس؟ لو عين الماء؟ لو عين الركبة؟ لو عين الذهب؟ لو عين البصرة؟ لو عين نجاسة؟ خاف يقصد عين، فضيع علينا المطلب كله، لأن عرف بمن؟ بالمشتركات اللفظية. ما ندري ذب لك شاي ومش. فابن مالك شو يقول؟ يقول هذا ابن هشام أخطأ، صحيح هو أقرب اللفظ، القول هو مفهوم أقرب للكلمة، بس من إجا عرف الكلمة بأنها قول ضيع علينا السالفة. عرف بالمشتركات اللفظية، والتعريف بالمشتركات اللفظية معيب عند أهل النظر، أهل المنطق، يعني علماء المنطق. قلنا لو أنت قال أنا عرف بالمفهوم البعيد اللي هو شنو؟ اللفظ. قلنا له جيد، اللفظ إلى قسمين، قسم موضوع لفظ العرب واضعين المعنى، ولفظ العرب ما واضعين المعنى، فيحتاجك بعد قيد. لازم شو تقول؟ الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وضع. ليش قال وضع؟ حتى نخرج المهمل لمعنى مفرد، حتى نخرج الكلام والكلم، لأن الكلام مركب. هذا هو تعريف الكلمة. والحكاية سهلة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. هذا الدرس الأول في علم النحو، اختصرنا به كم كتاب؟ 3 كتب: القطر، شرح ابن عقيل، والعجرمية. والحمد لله.